كما توقعنا راه المباراه توقعنا غتكون صعبه، خصوصا مع نادي ومع فريق اللي يعتبر من احسن الانديه على المستوى الافريقي والعربي، وفريق منتشي بمجموعه ديال الانتصارات لا على المستوى الوطني وعلى المستوى الافريقي، وكنهنيوه بالمناسبه، كيستحق ومثل المغرب احسن تمثيل. دونك حنا ملي جينا عارفين فريق الوداد عنده خطوره على الاطراف ديال صعود الاظهره ديال اليمين ولا الشمال والسرعه ديال الاجنحه، وكذلك بالنسبه لوسط الميدان اللي كيفتكوا الكره بشراسه هذا. والخطوره التاليه ان في الكرات الثابته دائما كيسجلوا منا حنا هذا القراءه وهذا السيناريو توقعناه، والحمد لله توفقنا وحققنا نتيجه ايجابيه، التعادل مع الوداد البيضاوي في هذه الظرفيه، فريق اللي ما الحمد لله كنعتبروها انتصار بالنسبه لنا.